برعاية وزير السياحة المهندس بشر يازجي، افتتح في محافظة طرطوس المعرض التشكيلي ألواح تتكلم، وذلك في صالة المدينة القديمة على الكورنيش البحري وبحضور فعاليات رسمية وأهلية. الحقيقة المعرض اليوم هو رسالة واضحة للعالم كله أنه سوريا هي معرض الحضارات، سوريا هي أساس الإنسان، سوريا هي الرخم الأول، هي الأبجدية الأولى، هي المحراس الأول. الحقيقة هذا معرض نستحضر فيه الحضارة السورية القديمة بكل أبعادها وبكل فنها من خلال هذه الأعمال. الشيء الجديد أن الأعمال هي منحوتات بالأساس، سواء منحوتات كاملة أو الروليف، وهن منفذين اليوم بطريقة الرسم على لوحات مسطحة زيتية. المعرض التشكيلي قام بإعداده مركز أورنينا للفنون بإشراف الفنان التشكيلي جورج شمعون والفنانة سماهر دلة ومشاركة 20 سيدة من طرطوس، ويستمر لمدة 10 أيام. جاز مادة بصرية جديدة بتعطي إحساس الحجر لكن بملمس ناعم، وهذا يعتبر تكنيك جديد أو إضافة جديدة للحياة البصرية المعاصرة. الإنسان السوري بطبعه بطريقة كتير 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 فيها تلقائية، نتيجة الجينات اللي جواته مستمر بالتمسك بكل تاريخه بكل حضارته حتى يقدر يستنبط حلول جديدة وأفكار جديدة وتصور جديد للعالم. الجميل أنه كل الحضارة الموجودة الآن بهي اللوحات فيها دعوات للإنسانية ولحب الآخر وللسلام. يأتي المعرض للتأكيد على الهوية السورية ذات البعد الحضاري والتاريخي، حيث جسد من خلال لوحاته الحضارة السورية المغلة في القدم وأصالة سوريا والحضارات التي مرت عليها خلال السنوات السابقة.